أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وعيادة الصحة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع فيه أو عامل قلق لناس كتير، عامل قلق لشعوب كتيرة، موضوع الفيروس الكبدي، الفيروس الكبدي الوبائي بي. طبعا الناس كلها ما تعرفش يعني إيه بي، أو في ناس تعرف بي وسي واختار سي إيه أختار بي إيه. إحنا مش عارفين إلى الآن الطب الحديث وصل لإيه، إنما إن شاء الله معنا ومعكم النهاردة الأستاذ الدكتور محمد عامر عفيفي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، كلية الطب جامعة الأزهر. بداية نرحب به، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بكم أستاذ المشاهدين. حضرتك يعني أستاذ المشاهدين أو المتعارف إن الناس تعرف فيروس سي، إنما فيروس بي كثير من الناس ما تعرفش يعني إيه فيروس بي. لا، هو لغاية في لغاية الثمانينات، يعني كان أواخر الثمانينات، كان معروف إن هو في فيروس A وB، وكان في نسبة بيقولوا إيه نون A نون B، لا هو A ولا هو B، ما يتسماش، اللي هو فيما بعد سمية فيروس C. ده اكتشف في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. مع اكتشافاته بدأ فيروس B نلاحظ إنه بدأ يقل، النسبة اللي كانت موجودة دي بدأت تقل، لدرجة احنا جينا في اواخر التسعينيات كنا نادر اول ما نشوف حالة فيروس بي، كانت حالة نادرة قوي. وبعدين مع اكتشافات الحديثة لفيروس سي والقضاء عليه وعلاجه تماما، بدأ يظهر لي في صورة تانية فيروس بي تاني. قصدي حضرتك كانت في الوقت اللي حضرتك بتقول عليه ده ما كانش فيه غير فيروس بي؟ هو كان في ذلك الوقت لغاية فترة التمنيات وأول حقبة التسعينات كان A وB، وكان الثالث كان يقول لك إيه نون A نون B، إلى أن عرفوه جينيا وعرفوا التركيب بتاعه وسموه فيروس C ترتيب أبجدي ألف B. يعني دكتور محمد برضو معلش أنا آسف، عايزين نعرف الناس يعني إيه فيروس B. فيروس B من الفيروسات المتوحشة الشنيعة، أما بيجي يدخل في الأطفال بيؤدي إلى نسبة عالية جدا منهم ما بيخفوش ويخش في الالتهاب المزمن. إذا جاء في الكبار نسبة بتشفى كبيرة، ونسبة من 10-15% يخش في الالتهاب المزمن فيروس بي. طب الأطفال دي عشان جهاز المناعي، هل عشان لسه جهاز المناعي والحد كلها، فبيبقى جزء منهم كبير جدا يخش يبقى التهاب مزمن، ودي مشكلته. إيه سببه يا دكتور؟ الفيروس؟ هو عدوى بفيروس الكبدي بي. لا، نتيجه للاطفال نتيجه ايه؟ يعني حاجه من اتنين، يا ام عندها فيروس بي، يا اما عمليات بقى الختان اللي بنشوفها في الموالد، بعض العادات السيئه عندنا الوشم، عمليه الحلاقه، اطباء اسنان، مناظير. هو انا حسب علمي بيجي عن طريق اللعاب كمان. لا، اللعاب لا، فيروس بي بينتقل عن طريق الدم زي سي. الاثنين بتوع الدم بي وسي، الاثنين بتوع اللعاب والاكل والشرب الاي والاي، عشان بس ما يحصلش فيه لخبطه فيهم. فالاثنين بيخترقوا الجسم عن طريق جرح لازم، او عن طريق دم. يبقى الجرح قد يكون عمليه وشم، عمليه ختان في الاول، عمليه حلاقه موس حلاقه بيستخدم من واحد لواحد، عمليات بعض الحاجات لاستخدام الادوات الشخصيه، فرش اسنان جايز، عن طريق ادوات جراحيه ملوثه جايز، عن طريق نقل دم قبل كده ما تمش فيه الكشف عن فيروس بي والحاجات كلها جايز. له طرق عديده جدا فيروس بي، زي فيروس سي، بينتقل فيه عن طريق يخترق الجسم عن طريق الدم او الجرح فيه. طيب الاطفال، هرجع برضو طبعا هرجع للكبار، بس الاطفال طبعا لان في كثير من الامهات اكيد قلقوا زي حضرتك ما قلت دلوقتي، الاطفال لما هيجي اوريدي فيروس بي بالنسبه لهم هيبقى الشفاء صعب من 30-50% او اكتر من 50% بيخش تحول التهاب مزمن ما بيخفش. ايوه، فدي مشكلتنا في الاطفال. وعشان كده عندما ظهر تطعيم بي في اوائل التسعينيات ادخل كتطعيم اجباري في الاطفال،
يبقى اطفال كل اللي اتولدوا بعد 90 بعد 92 تقريبا اتعموا ضد فيروس بي، 95 ضد فيروس بي، فبالتالي النسب اكيد قلت. النسب قلت شويه في الاطفال. طب في تصريح لوزاره الصحه ان بيقولوا طبعا هو في مليون مريض هيباتيتس بي او فيروس بي في مصر، هي يعني انت بتحسب احنا 90 مليون حوالي 2% 3% دي النسبه اللي عندنا. بس برضو يا دكتور عدد كبير مش عدد شويه. احنا ما لناش، احنا ما تهونش بكميته وخطورته، ده موجود لانه متوحش. فيروس بي من الحاجات المتوحشه. انت حضرتك قلت ان هو دلوقتي كان اختفى لفتره وظهر فيروس سي. هو مع ظهور فيروس سي والاهتمام بيه كان ده بدا يقل اختفاء. الواضح يعني هشبهها لك بطريقه بلد شويه، تعرف كل اثنين موجودين واحد فيهم فتوه فبيسكت الثاني قافل عليه وكاتمه، ده كان واضح. لان احنا وصلنا في نهايه التسعينيات واوائل ال 2000 شبه ما لدرجه ان احنا ما كانش فيه قرايات عن فيروس بي. وبعدين بدا يظهر تدريجيا. طب لدرجه بقى بعض الابحاث المصريه طلعت بيسموها الاوكلت هيباتيتس بي، يعني الايه؟ التال الفيروس بي اللي هو مخفي مش عارفه من اثاره خالص. مفيش حاجه علامات بتدل عليه غير حاجات معينه. هل كان اختفى ولا كامن؟ هو قد في الغالب كان كامن. في الغالب كامن. لما ظهرت الادويه الحديثه بدات النسبه الثانيه تعلى وتظهر عندنا لدرجه ان احنا بدنا نشوفه شبه يومي. انا كان واحد منا يمر الشهر ما يشوفش حاله. دلوقتي لا، انت بتشبه شبه يومي بتشوف حالات فيروس بي. ظهرت ثاني الحاله. ظهرت ثاني طب التعامل معها ايه يا دكتور؟ التعامل مع المريض ولا مع الفيروس؟ لا التعامل دلوقتي مع الفيروس. احنا لما نيجي نتكلم في الفيروس، في الغالب اما بيظهر لنا يعني بالصدفه كده ده بيبقى داخل في مرحله الالتهاب المزمن. نتيجة ان احنا بيروح يحلل عشان يسافر احدى الدول العربية ويقول الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين اللي هو الاجسام ضد الفيروس بي موجودة، بيشتغل في وظيفة بيجدها. هو كاللص ما بيدخل الجسم ما بتحسش بيه. قصدي حضرتك بيكتشف صدفة؟ بيكتشف صدفة. في حالات اكيوت اللي هي الحالات الحادة. الحد ده في اي مرض بيعبر عن نفسه على طول. تخيل لو انا قاعد دلوقتي كده وواحد مشي من ورا ظهري حضرتك صوت انا مش هشعر بيه، ولو جرع عامل صوت مزعج هلتفت على طول مباشره. فالمره لما بيجي حد بيلفت انتباهنا على طول. الغالب هو بيجي يخش بيجي لنا مزمن. الحالات الحاده قليله وبنشوفها قليل قوي. فهو بيجي في الصوره المزمنه. الصوره المزمنه ده قد المريض يشكو من اعراض، قد لا يشكو من اعراض خالص. يعني ممكن يكون مريض هيباتيتس بي وما لا يشتكي من اي اعراض خالص. وقد يقول لك ايه، انا وخمان، انا كسلان. قلت له انا اوقات يعني بروح الصبحيه وبقى لسه طالع من النوم وبقى عاوز انام في الشغل تاني. دي هتبقى اعراض بسيطه جدا. قد ياتي باعراض اكبر شويه اللي هي تبدا تظهر الاعراض اللي هي المضاعفات زي التليف اكتشفه بالصدفه. قد ياتي بمضاعفات زي قيء دموي، زي اورام في الكبد، الحاجات دي كلها نكتشف ان عيان عنده فيروس. ايه الفرق بين سي وبي يا دكتور بالنسبه في ضرر الكبد نفسه؟ هو سي نوع من الفيروس بيسموه ار ان اي رايبوزومي. ده دي ان ايه؟ دي اول حاجه نوع من نوعين اثنين. ثانيا الاثنين نفس الاخطار. بس فيروس دي بيخش يطبع نفسه جوه نواه الخليه. ده بي ويروح قاعد. ده بي ويروح قاعد وبالتالي بيطبع نفسه. وبالتالي يبقى اخطر. ده بيبقى اخطر لان ده معناه عنده فرصه الاورام الكبد اعلى شويه من الفيروس. لكن كلا الاثنين في خطوره، ما نقدرش نقول والله مين احسن من الثاني من مين، لا الاثنين مش احسن من بعض خالص. الاثنين ده مش احسن، ده اسوأ طبعا. ربنا يشفي المرضى جميعا. بس احنا بنقول دايما لما مريض بيبقى اقلهم ضررا، نقصد اقلهم ضررا. لما اقول احسن يبقى اقلهم ضررا، يعني اقلهم ضررا. هم الاثنين نفس المساوئ. ازاي حضرتك تقدر تنصح مريضك ان هو ما يبقاش مريض فيروس بي او يحمي نفسه من فيروس بي؟ فيروس بي الاول، احنا اول ما ظهرت التطعيمات في التسعينات بدأ ناخد النشء الجديد اللي هو التطعيم الاجباري. بدا عمليات تطعيم للناس اللي هم اكثر عرضه للاصابه زي الاطباء، تمريض المعامل، المخالطين للمرضى، ان احنا نطعمهم يعني الفئات اللي هي اكثر تعرض.
وبعدين بعد كده بدأنا نقول نوسع دايرة التطعيم شوية. اللي عنده سي دلوقتي نقول له الطعام ضد بي، ندور عنده هل عنده بي ولا لأ ونطعمه دلوقتي ضد بي. فأصبح العملية الاكتشاف بقى أكتر شوية عن الأول، حرصا إن احنا ندخل في مشاكل بعد في مشاكل كده. طب حضرتك احنا تناقشنا قبل الحلقة قلنا إن في العالم كله، من خلال العالم كله، في 450 مريض، حاولت تقول 400 مليون مريض، وده عدد كبير جدا. العدد كبير لأنهم أيوة الفيروس بي أكتروا في جنوب شرق آسيا. جنوب شرق آسيا، جنوب شرق دول عندهم فيروس بي زي فيروس سي عندنا كده، كان نسبة عالية جدا جدا، مع إن عندهم الحاجات كلها طبيعية يا دكتور. مش حاجات طبيعية، ما احنا اتفقنا ايه، مش عن اكل وشرب، مش اكل وشرب، مش اكل وشرب، هو عن طريق دم. يعني انا قصدي من اكل وشرب ان اوريدي المناعة كبيرة عندهم، يعني المناعة افضل من عندنا. لا لا دي مالهاش علاقة، برضه مالهاش علاقة خالص. يعني الفيروس ملوش دعوة بالمناعة خالص. طيب التعامل مع الادوية الجديدة من خلال الفيروس، هو طبعا يعني هل في اكتشافات جديده ولا اوريدي احنا ماشيين بالمدارس القديمه اللي احنا اوريدي؟ لا 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 لا، في ادويه جديده طلعت، وفي ابحاث ثانيه برضو طلع اكتر كمان. في ادويه، الادويه بقت كان الاول بنعالج فيروس بي بانترفيرون، وبعدين طلعت بعض الادويه زي اللاميدين او اللاميفيودين وبعض الانترفيرون. ده العلاج التقليدي عامه اللي هم كانوا بيعالجوا في بعض حالات فيروس بي، كان بيتاخد الانترفيرون. وبعدين طلعت الاقراص اللي بتاخذ بالفم دلوقتي، طلعت منها بعض الاجيال اللي بتطلع دي، فطلع منها بعض الاجيال اللي هم تاثيرها مش قوي قوي، وبتخلي الفيروس يتحور ويدي اجسام حاجات تانية ما يستجيبش للعلاج. طلعت حاجات احدث شويه، والحقيقه كلها ادويه امنه الحقيقه للفيروس بي. بس الفيروس بي بياخد علاج فترات طويله، ما بيدوش فترات قصيره زي فيروس سي. طب احنا سمعنا ان الاف دي منظمه الصحه العالميه في اكتشافات جديده لعلاج فيروس بي، ومكتشفين مصريين برضو. يعني انا عملت سيرش عن المرض فلقيت ان ما شاء الله يعني الدنيا شغاله في القضاء على المرض ده المزمن ده. هو لحتى وقتنا هذا احنا بنعمل عمليه احباط، احباط وليس سبريشن، وليس شفاء تام. مش شفاء تام يعني فيروس سي دلوقتي اصبحنا بنقول في شفاء، في كيور يعني شفاء تام. احنا بنعمل عمليه احباط، نوقفه، ما نخلوش يتكاثر، نحبطه، نشوف، وهكذا. ده الموجود حاليا، لكن في ابحاث جايه تدينا امل ان قد يحصل له كيور في وقت من الاوقات. طب هل برضو حضرتك الطفل مريض فيروس بي، هل الام تقدر تتعامل معاه ازاي؟ ده برضو ده سؤال لامهات كتيره. هو اصل ده فيروس بي مشكلته ان هو اتنقل عن طريق الام، اتنقل عن طريق الام في الغالب اتنقل. عشان كده احنا في حاجات وقائيه الامهات اللي عندها. انا عندي مشكلتين، لو احد الشخصين عنده فيروس بي بيجي لنا المشاكل دي في العيادات، خاطب واحده، ايه الموقف؟ او لو واحد عندها فيروس بي وجاي لها واحد ما عندوش فيروس بي، ايه الموقف؟ سيبه بقى ولا هتكمل ولا ايش؟ السؤال الثاني، لو اكتشف احد الزوجين ايه الموقف؟ طب لو جه الابناء الست عندها بي وهتخلف طفل، ايه الوقايات الحاجات بنعملها للطفل والحاجات بنعملها للام؟ دي الحاجات اللي مش اللي هي المشاكل اليوميه اللي هي بتقابلنا. نيجي نتكلم في اول مشكله اللي هو احد الافراد عنده فيروس بي ولسه في فترة الخطوبة، يتجوزوا الفرد الآخر ياخد التطعيم. يعني إذا كانت الزوج أو الخطيب يعني عنده فيروس بي يبقى الزوجة تاخد التطعيم. حضرتك قلت إحنا أوريدي بنطعم الطفل حين الولادة، هل التطعيم حين الولادة برضه غير مؤثر بالنسبة في الجين الوراثي؟ لا 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 لا، احنا في افتراض اصلا ممكن اصاب بعائله ثانيه من بي. انت بتاخد وقايه لكن قد تصاب بحاجه ثانيه بنوع اخر. البي مش نوع واحد بس، قصدي حضرتك بيتحور في في عده اشكال. البي مش نوع واحد، ايوه. فاذا احنا في الغالب اللي هو مواليد ما بعد 90 معظمهم ما فيش عندهم بي. طب اللي قبل كده وهيحصل جواز، او اللي ما خدش تطعيم واصيب بالبي،
احنا قلنا احد الطرفين سواء الذكر ام الانثى، الشخص الاخر بياخد تطعيم وبيكملوا جوازهم وحياتهم عاديه خالص، عشان بس الناس ما تقلقش، لان الحته دي كثير من الناس بيقول لنا سواء كان اهل العروسه او اهل العريس ويسالوا عن طب يا ترى اقول لها او ما اقولش او الحاجات كلها، ياخد التطعيم، وخاصه ان احنا عندنا تطعيم للبي فعملنا مش مشكله، بياخد 3 جرعات تطعيم، جرعه وبعد شهر جرعه، وبعد 6 شهور من الجرعه الاولانيه ياخد الجرعه الثالثه وخلاص وانتهى الامر على كده. انت حضرتك اديت معلومه قلت في خلال الثمانينات او في اخر حقبه الثمانينات كان المرض ظهر وكان موجود، هو كان ما كانش عندنا غير ايه وبي معنى اوريدي، وكان في حاجه ثانيه يقول لك ايه له ايه يعني المرض اللي ما يتسماش نون ايه نون بي، له ايه ولا هو بي، لم حصل ايه ولا حصل بي، لغايه ما اكتشفوا سموه فيروس سي، يعني سي جاء بين حيره ايه وبي بالتالي اتولد سي. قال ما هو مش اتولد سي، هم العلماء سموهم بالحروف الابجديه اي بي سي اي بي، لما اكتشف سي بقى اي بي سي، اكتشف دي بقى اي بي سي دي اي وهكذا، ترتيب حروف ابجديه، يعني دي تسميه مننا احنا كاشخاص. فهو لما كان في الاول كان عن فيروس ايه الاول هو كان مشهور قوي، وبعدين اكتشف في الستينيات فيروس بي وقعد فترة متربع على العرش، وبعدين في الأبحاث طلع حاجة كده تانية غريبة غريبة الشكل سموها نون اي نون بي، لما جم في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات اكتشف تركيب الكامل بتاع فيروس سي وسموه فيروس سي. البلهارسيا يا دكتور محمد هل بريئة من فيروس بي ولا فعلا؟ لا مش بريئة، مش بريئة، الحقن مسبب الحقن الترطير الحقن الترطير اللي كانت بتاخد زمان لغايه الثمانينات، ايوه اول الثمانينات كانت الحقن دي، لان كان الاول سرنجات الازاز ما كانش في تعقيم ما كانش في التعقيم اول اللي احنا بنشوفه دلوقتي اللي هو السرنجات السنجل يوز دلوقتي. بالظبط، فدي من ضمن اسباب الكارثه اللي احنا الكارثه اللي احنا موجود فيها، سواء كانت من بي او من سي. يعني دي كانت من اللي احنا عاداتنا السيئه خلتنا الطب في فيروس سي. طبعا بنسال ربنا ان خلال 4 5 سنين يا رب يكون تم قضاء على فيروس سي خالص عندنا في مصر. وفي 5 مليون دلوقتي حسب التصريحات 890 الف على ما اظن تم الشفاء، هو في حالي في حالي مليون اللي هم اللي اتعالجوا في المراكز على نفقه الدوله، ايوه، او في مراكز صحيه التابعه للدوله، فدول في حالي مليون خدوا علاج، او حسب التصريح بتاع وزاره الصحه قالوا في ما هو 886 على ما اتذكر، يعني التصريح اللي هم اللي اخذوا العلاج ده اللي انا في ايدي وبياناته في ايدي، ايوه، في ناس جزء تاني اتعالج في التامين الصحي، في جزء اتعالج في العيادات الخاصه. قصدي حضرتك مش ده التوتال الكامل يعني؟ لا ده مش ده التوتال الكامل عشان بس يبقى الكلام واضح. الموجود اللي راحوا المراكز اللي هي العلاجيه اللي الدوله عاملاها اللجنه القوميه عاملاها دول حوالي تقريبا مليون، الاخرين جزء في التامين الصحي، جزء في شركات خاصه، جزء في عيادات خاصه، جزء لم يكتشف بعد لسه ما نعرفش. طب اعراض فيروس بي حضرتك قلت دلوقتي لم يكتشف بعد، الاعراض ايه علشان الناس برضو تقدر؟ الاعراض ما انا قلت لحضرتك احنا فيروس بي فيه من نوعين، اما التهاب الحاد زي اي فيروس بسخونه واصفرار في العين وهمدان في الجسم ونشر في العظم وتغير لون البول دي بعض الاعراض، يعني همدان دي الاعراض الحاده بتيجي، ومع ارتفاع درجه حراره اوقات وبتنخفض دي الاعراض. يعني انت بتنصح حضرتك اللي تجيله الاعراض دي يفضل انه يحلل الهباتيتس؟ هو خد بيروسك. بالك خد بالك لا اتفضل، الطفل او الشخص اذا عينيه اتفرط بيجي على الدكتور جاري، ايوه، سواء كانت احنا بنقول ليس كل اصفرار عين التهاب كبدي، لان في صفره مش التهاب كبد، لو احنا عرفنا الناحيه الفسيولوجيه الصفره دي بتتكون ازاي هتعرف يعني مش هتتعجب. الصفره دي بتتكون ازاي؟ الكرات الدم الحمراء لها عمر بتعيش حوالي 120 يوم، اذا انت كل 120 يوم بيتغير دمك بالكامل لاي انسان كل في يوم تقريبا حوالي 1% من دمك بيتكسر ويطلع جيل جديد محله. اما يتكسر ده بيحصل نتيجه ايه؟ الكره لها عمر زي ما الانسان له عمر ليها عمر برضه،
بتكسر بيها تطلع منها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين هو الدم، الماده الحمراء اللي هي بتنقل الاكسجين للخلايا وتاخد النواتج الهدم والبناء من الخلايا تخرجها بره، سواء كان ثاني اكسيد الكربون او بره حاجه ثانيه عشان تطلع عن طريق التنفس او عن طريق الكلى. علشان كده في مقوله ان احنا نتبرع بدمنا كل فتره. فالهيموجلوبين ده لما بيتكسر اسمه من حاجتين، هيم وجلوبين. جلوبين ده بروتين يحصل ريسايكلينج، عمليه تدوير من حكم ربنا، مش مجرد بيتكسر وخلاص بيترمي، لا يوم يرجع يتدور تاني. طب والهيم؟ الهيم يتكسر عباره عن خمس ذرات بيضاويه تقريبا او خماسيه مربوطين بذره حديد في النص، تركيب رباني كده بحيث انه يقدر ياخد الاكسجين ويبدا يطلع ثاني اكسيد الكربون، او العكس يجي عند الرئتين يطلع ثاني اكسيد الكربون ويبدا ياخد الاكسجين وهكذا. فيبدا تتكسر الخلية تتفك، التركيب الحلقي ده يتفك، تطلع منه الحديد ويتبقى التركيب الحلقي، الحديد يرجع الجسم يستخدمه ريسايكلينج، عمليه تدوير. طب والجزء الثاني ده يبدا يروح للكبد، يلقي فيه مستقبلات على الكبد عشان تستقبله وتاخده. اما تستقبله وتاخده تبدا يخش جوه الخليه الكبديه، في كل مرحله بيتغير بعض التركيب البسيط له لغايه ما بيطلع في الاخر اللي هي الصفرة. يبتدي الصفار العيني بقى، اللي هو لا اللي هو لا سيبني صفار العين دلوقتي، العصاره المراريه. العصاره المراريه عباره عن الهيموجلوبين ده اما بيتكسر خالص، الهيم ده اما كسر يطلع الصفر. ايه وظيفه الصفرة في الجسم؟ الصفرة هي لو انا جبت مخلوط زيت وماء وقعدت اضرب خلاط فيهم 10 سنين وسبتهم دقيقتين اتنين بس او دقيقه واحده، هينفصل الزيت عن الماء. يوم ربنا جعل الصفرة دي، خلق الصفرة دي اللي هتيجي نتيجه تكسير 1% اللي هنقوله في الجسم، ان اول ما تحطها تخلي حاجه الزيت يدوب في الميه، يوم يحصل له امتصاص، يبدا الجسم يستخدم يمتص المواد الدهنيه. من غير كده مش هيمتص الايه الدهون. طيب فاذا انا لما بيجي عندي، لو عندي التكسير زايد، التشغيل زايد والتكسير زايد، يبقى عينيها اصفر رغم ان انا ما عنديش التهاب كبدي لا اي باء ولا بي ولا سي ولا اي حاجه. يعني احنا ممكن نبشر الناس نقول مش كل اللي عنده ليس كل اصفرار عين، ما انا هقول لهم انا قلت لك الجمله دي، ليس كل اصفرار عين التهاب كبدي، لان دي حتى اوقات يقول لك بري هيباتيك، بري يعني ما قبل الصفرة اللي هي ما قبل الكبد. بنجد في الاطفال لما عندهم تكسير، امراض تكسير الدم، دول عندهم نسبه صفرة موجوده في البتين. او ان المستقبلات فيها مشكله، او يخش التهاب في الخلايا الكبديه اللي هي بقى الاي والبي والسي والحاجات دي كلها، او لا ده ولا ده ولا ده، وهو خارج السكه اتسدت اتحبس، العصاره الصفراء دي اتحبست، تقوم ترد على الكبد، تمتص في الدم، تصفر العين، تصفر الجلد وهكذا. احيانا المريض بيدخل لحضرتك عنده قلق كبير ان يكون عنده فيروس سي او بي، ومش عارف هل هيتم الشفاء منه ولا لا، او عنده صفره برضه زي ما حضرتك بتقول، لان طبعا احنا عارفين الفيروس الكبدي بيخلي كمان البشره تصفر. كيفيه التعامل برضه مع المريض بتبقى ازاي؟ ما انت على حسب نوع الفيروس اللي عنده وعلى حسب المرحله اللي هو فيها. لو فيروس ايه فاحنا بيبقى فيه حرص في الاكل والشرب والحاجات اللي هي الاندرويد والحاجات كلها اللي الستات بتتعامل معاها والسلطات والحاجات كلها. لو بي او سي التعامل باحتياطات، خاصه للناس المخالطين. حضرتك طبعا بالنسبه للفيكشن يعني كنترول طبعا لازم تاخد ايه؟ للناس المخالطين بمعنى ايه؟ واحده جوزها عنده فيروس بي او فيروس سي، قيء الدم، بتمسح الدم او بتنظف الدم او حصل الدم من اي مكان، يبقى لازم تعلم لها لا الجوانتيات، تلبس الجوانتيات، لا تغسلي ايدك ازاي، لا تعملي ايه، لا يعني اوريدي مريض جاي مع المدام بتاعته او المدام جاي مع جوزها، حضرتك بيتم التعامل معاهم ازاي؟ يعني بتبتدي تنصح ازاي ان في ثقافه صحيه؟ لازم اقول له حاسب، لان ده تعامل بحرص. هي بتقابلني مشكله ثانيه، ان برضو يقول لك ايه، هو بينتقل عن طريق الجنس عن ناحيه العلاقه الزوجيه، هل ننفصل؟ ما احنا قلنا طب في الاول لو في طرفين وهم مخطوبين، ده في الاول ممكن واحد يقول لك الزوج يخاف، يقول لك انا اخاف، ولا يا عم انا همشي بلاها جوازه دي، او البنت تخبي او الولد يخبي. طب ولو كانوا متزوجين
في احتياطات في كل مرحله من المراحل دي، في احتياطات. في ابحاث يا دكتور بتقول ان هم ينقل عن طريق العلاقه الحميمه بالفعل. بيئه نسبه العلاقه عاليه، نسبه الانتقال عاليه شويه في بي عن في بي في بي في بي. ولذلك احنا قلنا ايه، لو احد الطرفين، احنا ما نقدرش نحكم بالانفصال. ايوه. لكن لو احد الطرفين عنده البي، بنعمل اجسام ضد للشخص الاخر، بلناش بنطعمه. لان حكم ربنا او من فضل ربنا علينا ان فارس بي بقى له تطعيم، فانا اقدر اعمل وقايه للطرف الاخر. نقدر يعني نقدر نسيطر برضو عليه. احنا انت حضرتك قلنا احنا بنحجمه، بس الى الان لم يتم القضاء عليه بالفعل. هي عملت احباط. فانت بتخرسه. بتخرسه، ده تعبير جميل. بالخرس كده يعني بتخرسه. ده تعبير جميل. بالانجلش سبريشن. تعمل له احباط. بحيث انه لا يتم. ورغم ذلك احنا بنخاف، لان بيحصل تنشيط تاني. طب حضرتك يعني في فتره الثمانينات احنا ما لقيناش الفيروس. هل لا الثمانينات كان فيه؟ لا حضرتك انت اوريدي في حج قلت قلنا في اواخر التسعينات. في اواخر التسعينيات، في اوائل التسعينات ما لقيناش الفيروس. لا في اوائل التسعينات كان مازال موجود فيروس بي. قصدي حضرتك في بدايه الالفينات بس بدات تظهر فيروس سي، وبدات الابحاث على فيروس سي، فبدات اكتشاف نسبه فيروس سي العاليه عندنا. طب هل هو كنا بنقول ايه نون بي؟ هل تم في اواخر التسعينيات واوائل الالفين اختفى وظهر سي؟ لا ما هو كان ظاهر. لا السي ظهر من اخر الثمانينات واول التسعينات. اختفى بيه بالكامل. بيه بقى شبه اختفى بالكامل. هو ما اختفاش يعني، مش عايزين نقول بصراحه انتهى، لا هو حصل له احباط فما كناش بنكتشفه. كان عزيز. عزيز ان احنا نكتشفه او نلقي حالات بيه. قعد الكلام ده في اواخر التسعينات واوائل الالفين لغايه ما رجع تاني ظهر في الفتره الاخيره العشر سنين الاخرى دول، بدا يظهر لي على وبدانا نقرا تاني في البي تاني بعد ما كنا نسينا او تناسينا بيه. اكيد الموضوع فيروس بي موضوع كبير وموضوع بيؤرق الناس كلها، وعزيز علينا يا دكتور محمد ان احنا نسيب حضرتك، لان طبعا للاسف وقت حلقتنا انتهى. ان شاء الله نلتقي في حلقات كتير وكتير نتكلم عن فيروس اي وبي وسي والمشاكل الكتيره اللي بتواجه مرضانا. هو احنا بي احنا كان المفروض نتكلم، احنا اتكلمنا عن العلاقة المخطوبين، علاقة الأم أما يبقى ابنها عنده بي هتتصرف معاه إزاي، أو أما الطفل جاي اللي هو جاي من ست حامل إيه الوقاية ليه. إن شاء الله نتناول الكلام يعني في حلقات إن شاء الله نتكلم في الكلام. شكرا دكتور محمد. أشكر في نهاية الحلقة بشكر الدكتور محمد عامر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة الأزهر. أعزائي المشاهدين بشكركم، شكرا جزيلا لمتابعتكم الصحة والجمال، مشاهدي الصحة والجمال في كل مكان بشكركم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.